بسم الله. الموضوع ديالنا اليوم غادي يكون في الكهرباء. غنبداو بالوحدة الأولى اللي هي ثنائي القطب RC. إذن أشنو كان يعني بها ثنائي القطب RC؟ هاد ثنائي القطب RC هو عبارة عن دارة مشكلة من مركبتين كهربائيتين اللي هما R على التوالي مع مركبة أخرى اللي هي C. إذن أول حاجة نتكلم على شكون هو R وشكون هو C والعلاقات الخاصة بكل واحد منهم. إذن هنا نبدأ برقم واحد اللي هو الموصل الأمي اللي غنسميه R لو ريزيستور، كيبدأ بحرف R إذا غنرمزو ليه بR. ثنائي القطب AB عنده قطبين. إذا ملي غنطلبو منكم تمثلوا اصطلاح مستقبل توتر UR في اصطلاح مستقبل، اللي هو مستقبل، خصنا ناخدو التيار اللي غيدخل من A ويمشي ل B ويكون التوتر عكسه، يعني التيار والتوتر في منحيين متعاكسين. والعلاقة اللي كتربط ما بين هاد التوتر UR والقيمة ديال R وديال التيار هي قانون أوم. إذا هاد القانون هذا اللي أمامنا كنسميوه قانون أوم الخاص بالموصل الأومي. إذن UR علاش درنا R؟ باش نفرقوا ما بين R وما بين C وما بين كيف ما غنشوفوا من بعد الأشعة. إذن درنا هاد الحرف R معناه التوتر بين مربطة R. قانون أوم UR كيساوي R في E، والوحدات E بالفولت، R بالأوم، وشدة التيار بالأمبير. إذا الاصطلاح مستقبل E و UR من حيين متعاكسين، والعلاقة بيناتهم هي UR كتساوي RE. ملحوظة هامة جدا، في حالة ما إذا كان منحى التيار ومنحى التوتر في نفس المنحى، يعني كان التيار والتوتر في نفس المنحى، في هذه الحالة قانون أوم UR غتكون هي ناقص RE. إذن لاحظوا الفرق. الحالة الأولى أن التوتر والتيار في منحين متعاكسين والعلاقة موجبة، بينما في الحالة الثانية إذا كان التوتر والتيار في نفس المنحى العلاقة كيولي فيها إشارة سالبة. الآن غنتكلمو على المركبة الثانية اللي هي المكتف لو كوندونساتور اللي غنرمزو ليه بحرف C. الرمز لهذا المكتف هو هذا الرمز أمامكم، جوج خطوط متوازيين وتوا ثنائي القطب A و B، بحيث الاصطلاح مستقبل هو كالتالي: أن منحى التيار ومنحى التوتر متعاكسان، والتوتر بين المربطين سنرمز له U C. إذا زدنا الحرف C باش نميزو ما بين الموصل الأمي والمكتف. إذا هذا التمثيل هذا اللي أمامكم الآن هو اصطلاح مستقبل. إذا لاحظوا معايا ملي كيجي التيار لهذا اللابوس، هذا اللي جالو يشحن موجبا والآخر يشحن سالبا. في هذا الاصطلاح هذا وفي هذه الحالة هذه، العلاقة بين تغير الشحنة والمدة الزمنية وشدة التيار هي كالتالي. إذا هذا اللي أمامكم هو شدة التيار اللي هي E. وهذا الرمز هذا هذا E شكون هي E بالنسبة لنا؟ هي في هذه الحالة هي DQ على DT. لاحظوا في هذا الاصطلاح اللي درت الآن E جاي عند اللابوس الموجب. إذا في هذه الحالة E تكتب كما يلي، هي DQ على DT. لاحظوا في هذه الملحوظة اللي عندي أمامكم، هي ملحوظة هامة جدا كذلك. في حالة ما لا E كان كيغادر اللابوس الموجب، هذا اللابوس الموجب هذا منحى ديال E خارج منه. إذا انظروا الآن منحى إي
في هذه الحالة منحة إيه؟ يعني إيه خارجة من اللبوس الموجب. في هذه الحالة شد التيار ما غتبقاش هي الدي كيو على تي تي، وإنما غتصبح ناقص الدي كيو على تي تي. إذا الاصطلاح اللي حنا غنمشيو عليه بزاف هو هذا أمامكم، أن إي كتكون جي على الموجب و إي سي عكسها، وفي هذه الحالة إي هي الدي كيو على تي تي، وكمية الكهرباء اللي كيتشحن بها المكتف هي كي، يعني كمية الكهرباء أو الشحنة الكهربائية الشحنة. إذا العلاقة بينها وبين التوتر إي سي والثابتة، حيث كل مكتف عنده ثابتة خاصة به اللي هي غنسموها السي، هي العلاقة التالية أمامكم، أن كي كتساوي سي إي سي. إذا كي لها وحدة اللي هي كولومب، والسي لها وحدة اللي هي فاراد، و إي كما سبق بالفولت. إذا بغينا نربطو الآن إي مع كي، كندخلو هاد كي هادي اللي أمامكم هادي هنا اللي هي كتساوي سي إي سي، غنعوضو هنا في هاد العلاقة الأولى، غتصبح اي هي بدل من دي كيو غتولي هي دي سي او سي. الى خرجنا السي على برا غتصبح العلاقة كما يلي، هي اي اي كتساوي سي دي او سي على دي تي. اذا في منطلبوا لكم المتغير هو او سي كنطبقوا هذه العلاقة، ولا طلبنا المتغير هو كيو كنطبقوا هذه العلاقة. كاين كذلك خلال الشحن ديال المكتف، المكتف يخزن طاقة، إذا هاد الطاقة هادي غنسموها الطاقة الكهربائية، إذا الطاقة الكهربائية للمكتف. إذا عندما يشحن تزداد هاد الطاقة، وعندما يفرغ تنقص، وعندما يفرغ بكامله تصبح منعدمة. إذا هاد العلاقة هادي تخص الطاقة الكهربائية. الوحدات طاقة بالجول، سي كما قلنا سابقا فرد، و U سي كتكون بالفولت. دابا غادي نشوفو الاستجابة. هاد الاستجابة ديال من؟ ديال ثنائي القطب دائما اللي هو R سي لرتبة التوتر. إذا ملي كنقولو استجابة لرتبة التوتر كاين حالتين. الحالة الأولى اللي غنسميوها الآن رقمها إلى بغيتو هي 3-1، هي استجابة ثنائي القطب RC لرتبة صاعدة للتوتر. إذا ماذا نفهم من رتبة صاعدة للتوتر؟ كتعني أنه بالنسبة للزمن اللي هو تي أصغر من زيرو، يعني قبل غلق القاطع للتيار، فإن التوتر بين مربطي المولد يساوي زيرو، يعني ما كاينش مولد. ومن اللي غنغلقو القاطع، يعني في اللحظة اللي هي من بعد زيرو، خاص التوتر ديال المولد يساوي اه، بمعنى أن من غنغلقو القاطع خاص المولد يكون موجود. هذا الاصطلاح هذا يمكن نعبر عليه بالمنحنى التاني. المنحنى التالي أن التوتر ديال المولد هذا مع الزمن تي، يعني قبل الزمن زيرو هنا في هذه المنطقة هذه ما كاينش توتر، التوتر منعدم، وبعد زيرو يوجد توتر اللي قيمته هي اه اللي هي مقدار ثابت. يعني ان ثنائي القطب اللي هو ار سي اللي هو هذا امامكم، هذه ار وهذه هي سي، غنضيفوا لها مولد. اذا هذا وجود المولد مع ار والسي اللي مركبين على التوالي غيشكل دارة اللي كتستجيب لهذا العنوان هذا اللي هي رتبة صاعدة للتوتر. إذا ماذا نعني برتبة صاعدة للتوتر؟ نعني ثنائي القطب RC مع مولد. في هذه الحالة غادي نحتاجو هذا القانون اللي غيمكننا من إيجاد المعادلة التفاضلية اللي غنسميوه قانون إضافية التوترات. إذا هذا القانون هذا اللي كيربط ما بين التوتر بين مربطي الموصل الأمي والمكتف والمولد. اذا هذا المولد هذا باش نديرو امثله التيار كنديرو هذا الخط هذا اللي غيكون راسي، الخط الراسي هذا. اذا هذا الخط الراسي كيعني مولد وامثله للتوتر، معناه عنده قيمه ديال التوتر اللي هي اه ثابته. هذا المولد هذا ملي كنديرو ليه السهم ديال اه فوق، معناه هذا هو القطب الموجب،
ولتحتوى القطب السالب. غنطلب منكم في هذه الدارة تمثلوا التيار، إذا التيار يخرج دائما من الموجب ويعود إلى السالب. إذا لاحظوا معايا إيه هنايا، تدخل إلى إخ وفي نفس الوقت إلى سي. غنطلبوا منكم تمثلوا التوترات اللي مثلنا سابقا يو ار و اي سي في الاصطلاح ديال المستقبل. اذا غنختار مصطلح مستقبل، التيار جاي خاص التوتر يكون ملحه معاكس. اذا هذا التوتر هذا الان غنسميوه يو ار. اذا هذا التوتر هذا اللي مثلت الان بين مربطي الموصل الامي، اذا باش نميز ما بين الموصل الامي والمكتف، اذا هذا الحرف هذا غادي يكون هو ار. الان التيار يدخل، اذا خاص التوتر بين مربطي المكتف يكون في ملحة معاكس، اذا التوتر هنا غادي يكون هو يو سي. اصطلاح مستقبل، اذا هادو توترات غنطلب لكم في الدارات تمثلهم. اذا هذا هو العلاقه اللي كتربط بيناتهم. دائما لا داعي للدخول في التفاصيل، ان يو ار زائد يو سي كيساوي او. اذا ملي يكون المولد موجود خاص المجموع ديال التوتر يو ار والتوتر يو سي يكون يساوي القيمة E ديال المولد. الآن غادي نشوفو في الدراسة التجريبية كيفاش كيتغير التوتر وشدة التيار بين مربطي التوتر بين مربطي المكتف وشدة التيار اللي غيمر في الدارة اللي موجود في المكتف. إذا قبل غلق الدارة، هنا قبل غلق الدارة التوتر منعدم، وعند غلق الدارة التوتر يتزايد إلى أن يصبح ثابتا. إذا وتصبح قيمته في النهاية هي القيمة E بين مربطي المولد. إذا غادي نشوفوا الآن بأنه هناك نظامين. إذا هذا النظام الأول اللي كيتغير فيه التوتر من زيرو حتى ال E غنسموه نظام انتقالي، وهذا التوتر هنا غيصبح ثابت، إذا هذا غنسميه نظام دائم. إذا بالنسبة للتوتر غادي يكون تزايدي إلى أن يصبح ثابتا، بينما شدة التيار اللي غتكون عندها قيمة ثابتة اللي هي هذه أمامكم نسموها إي زيرو اللي هي أعلى إر، غادي تنقص تدريجيا إلى أن تنعدم. إذا لاحظوا اللحظة اللي غينعدم فيها التيار هي 5 طن، هي نفس اللحظة اللي غيصبح فيها التوتر ثابت اللي هي كذلك 5 طن. وهنا نضيف واحد المماسي اللي هو أمامكم، هذا المماسي في اللحظة زيرو للمنحنى اللي مثلنا الآن يتقاطع مع هذا المقارب في هذه النقطة هذه. إذا عند إسقاط هذه النقطة هذه نجد الأفصول طو، 5 مرات هذا الطو هي اللحظة اللي غينتهي فيها الشحن. إذن هالطو هذه نسميها ثابتة الزمن. إذن لتحديد ثابتة الزمن نأخذ التقاطع ما بين المماسي والمقارب، الأفصول ديالو هذا هو اللي كيمثل طو. وفي آن واحد سنبين فيما بعد بأن هالطو اللي هي ثابتة الزمن تساوي ار في سي، هذه خاصة بالنسبة للدارة اللي كندرسو اليوم اللي هي ار سي. والوحدات سكوند و R بالأوم و C بالفراد. إذن كاينة طريقة أولى باش نحدوها باش نحسبو R C، إلى عندنا R C كنديرو هاد العلاقة R C في. وكاينة طريقة تانية يمكننا نديرو التقاطع ديال المماس مع المقارب لإسقاط ديالو هاد الأفصول هاد الزمن هذا غنسميوه. كاينة طريقة ثالثة هو أن إلا شدينا هاد الزمن هذا وقلبنا على الأرتوب ديالو غنلقاو بأنه هو هاد القيمة هادي، هادشي سنبينه فيما بعد. إذا المقابل ديال طو يعني الأرتوب ديال طو هو يو سي كيساوي 0.63 أو، اللي هي القيمة القصوية اللي كيوصل بها اللي هي التوتر ديال المولد. إذا هي هادشي اللي قدامكم ليها، معنى عند تي كتساوي طو يو سي كتساوي 0.63، معنى إلا عرفنا أو نضربها ب 0.63 ونبحثو على الأفصول ديالها هو طو.
الآن غادي نوريكم كيفاش كنوجدوا المعادلة التفاضلية. هذه المعادلة التفاضلية كاينين جوج حالات، إما غنطلبوا المتغير هو سي واللي هو التوتر بين مربطي المكتف، ولا غنطلبوا لكم شحنة المكتف اللي هي كي كما سنرى في الفقرة اللي غتجي من بعد. إذا لإيجاد هذه المعادلة التفاضلية نعود من جديد للقانون اللي طبقنا قبيلة اللي هو قانون إدارة التوترات. إذا وجود المولد كيعطينا العلاقة التالية UR زائد UC كتساوي E. إذا هذا هو القانون الخاص بحالة رتبة صاعدة. نعوض الآن UR حسب قانون أوم اللي شفنا في الأول اللي هو RE، و UC نتركها لأن المتغير هو UC يساوي E. الآن هاد إي هاد إي اللي عندي هنايا خصني نغيرها لأن المتغير ماشي هو إي المطلوب، المتغير هو إي سي. إذا نعلم أن إي اللي بينا قبيلة في حالة المكتف عند المكتف هي سي دي إي سي على دي تي، إذا فتصبح العلاقة إر. إذا بحال إي غنعوضها بهاد التعبير ديالها اللي شفنا، غتولي هي R مضروبة في هادشي اللي كنا قدامنا هو C D C D زائد B C كتساوي E. إذا هذه معادلة تفاضلية يمكننا نغير الكتابة ديالها. إذا هاد المعامل اللي عندي هنايا اللي هو R C غنقسم عليه هنا وهنا وهنا، فتصبح هي D U C على D T زائد 1 على R C في U C تساوي E على R C، وهاد المعادلة هي تسمى معادلة تفاضلية. إذا هذه المعادلة التفاضلية يمكن كتبوها على الشكل الأول ولا على الشكل الثاني حسب المطلوب.